يهاجم للنادي الاهلي فرانسيس بيحطها جول منتهى جول جول احمد حسن يا خبر ابيض 1-0 النادي الاهلي فين الثانية الأخيرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضايع ويا لك من عجايب يا كرة القدم لعبوا الطلائع خلاص قالوا الهاف تايم خلص والشوط الأول انتهى وإذا بالنادي الأهلي يحرز هدف التقدم إنما فرانسيس حطها وتقف من مدافع الطلائع وعلى طول أحمد حسن متابع وخبرة كبيرة جدا ده هاني العجيزي والله هاني العجيزي الهدف الأول هاني العجيزي تابع كويس قوي وركنها حلوة 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 العجيزي 1-0 يتقدم النادي الأهلي على طلائع الجيش بيرجع تاني وليد أصلاً إنما ياخد هاني العجيزي كل على بعض ويقعوا الاثنين احمد حسن وهاني لما فوق تاني لفرانسيس حلوه يا ولد يا ولد يا ولد ركله حلوه يا ابن العيد لسه بقول لحضراتكم بداياته مبشره واعلى كتير من بدايات فلافيو مع النادي الاهلي الهدف الثاني في الدقيقه 3 2-0 اعتقد ان الهدف ده هيريح كتير قوي فريق النادي الاهلي وهيفرق مع فريق طلائع الجيش 2-0 شوف الكرة اهي وليد اصلان شوف هو احمد حسن بيقعد انما ايه تروح تاني احمد باصرار الحقيقة بيفكرنا بهدف ابو تريكة اللي عمله له زيدان والله ادي اللعبة تاني الاصرار يا جماعة في كرة القدم مهم قوي انما ايه بقى فرانسيس محضر لعبته وجاهز على طول وركن مفيش فزلكة برضه 2-0 فرانسيس دور فوركي ترجع تاني للنادي الاهلي سيد معوض وخطر لو بص وبص فعلا لبره وجول جول يا ولد شريف عبد الفضيل فرحه كبيره طبعا مشاركه رسميه فعليه مع النادي الاهلي بعد انتقاله من النادي الاسماعيلي بيجيب الهدف الثالث ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي؟ يا خبر ابيض لا على راي بقى الزميل الكابتن مدحت شلبي نقول لك مساء الانوار يا ابني النهارده بيمسي عليك جماهير النادي الاهلي 3-0 وهو بيمسي على حسن شحاته وعلى الدنيا كلها بس سيد معوض ايه؟ عامل نموذج رائع في التمرير كرة حلوة 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 دل. يا سلام 3-0 شريف عبد الفضيل رجع له تاني فرانسيس عايز يعدي عدى فرانسيس ولعب كرة عرضية حلوة لأحمد حسن وتصريحة أحلى إينو جول يا ولد يا ولد يا ولد يا خبر أبيض إيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده وإيه الفكر ده يا سلام يا إينو الهدف الرابع للنادي الأهلي مفيش أجمل وأحلى من كده تصريحة مرة واثنين وثلاثة يا عيني لعبت له من فرانسيس حلو قوي لاحمد حسن حطها احلى مفيش اجمل واحلى من كده بص اللعبه تاني اهو ادي احمد حسن وعلى الغايب على طول بيعملها ايده بيهوش يا سلام الهدف الرابع هزيمه ثقيله جدا طبعا للطلائع النهارده 4-0 انما هي دي كره القدم 4-0 يا سلام يا ولد يا إيمي هدف جماعي بإمضاء فرانسيس وأحمد حسن والمعتز بالله إيمي كورة حلوة حلوة حلوة